إذا السلام عليكم، الشعب الإلى من مدينة تيفلت، رئيس مجموعة نجوم التنشيط لمدينة تيفلت بالطبع، حاصل على دبلوم مكون أطر تربوية عن طرف وزارة الشباب والرياضة. هذه الفرقة هذه جات نتيجة من مجموعة من الاجتهادات ومجموعة من الاحتياجات اللي كنشوفوا المدينة الفتية اللي عطات الكثير والكثير في الأطر التربوية لهذه المدينة هذه السعيدة اللي كتشارك مجموعة ديال المخيمات التربوية. وكنحاولوا على أننا نمشيو في الطرح تاع المشروع التربوي الهادف والناجح، وهذه كانت مساهمة في إطار تاع الكوب 22 اللي كتعرفوا المغرب والتطورات الراهنة. وحاليا كتشتغل على مجموعة من الشراكات مع مجموعة من المدارس ومجموعة من الهيئات اللي كتتم بالطبع في إطار البرنامج التربوي الهادف والجاد.